قوة الإرادة سالي والتصميم عن النجاح تعتبر من الأمور المهمة بالحياة لمواجهة المصاعب خلال مراحل تحقيق الأهداف. سيدة فاتن الشايب بعد خسارتها لعملها وللنول اللي كانت تشتغل فيه بسبب طبعا الحرب اللي كانت على سوريا، يوم رجعت تبدأ مشروعها من جديد وتنتج أعمال تراثية مميزة. اليوم رح نتعرف على هالتجربة الجميلة مع السيدة فاتن. يسعد لي صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني دائما نحن من واجبنا أنه نسلط الضوء دائما على الشيء اللي الإنسان بيسعى له من خلال مشروع صغير. نتعرض بحياتنا لكتير ظروف أحيانا بتكون خارجة عن إرادتنا، وأحيانا ما بنكون حاسبين الحساب، ولكن دائما الإرادة والتصميم هو اللي بيمشينا وبيخلينا نكفي. خلينا نحكي بداية، عارفين عن نفسك، عن عملك، عن طبيعة عملك. هلا انا فاتن الشايب، ام وكنت زوجه، بحب الاعمال اليدويه من وقت ما كنت صغيره، يعني من العشر سنين من التسع سنين اعمال يدويه كثير شغوفه فيها. ل 13 سنه، قبل 13 سنه صدفت اني شفت نول يدوي لفت نظري، من دار كل ميولي اتجه كل ميولي للنول، وصرت اختص بالنول تقريبا، بس لحد الان بشتغل كل شيء، بس اختصاصي اكثر شيء النول وشغفي بالنول. نعم. حلو كثير. يعني ذكرنا بالمقدمه انك خسرتي عملك او النول اللي كنت تشتغلي عليه بسبب الحرب، يعني كثير من العالم يعني طلعت من بيوتها او من المناطق اللي كانت عايشه فيها وخسرت كثير. اليوم خبرينا يعني هالاصرار والاراده لترجعي تشتري نول جديد وتنتجي هي الاعمال اللي نحن هلا عم نشوف قطع مميزه منها، كيف هيك؟ هلا جربت اني اقعد بلا شغل فتره، يعني هيك مرت فتره عدم توازن بحياتي. نعم. حسيت حالي انه بلا هدف، بلا يعني بلا روح، يعني الشغل هذا عن قيمه مضافه العمل لاي انسان، تماماً. يعني بيمنحه قيمه مضافه، بيعطيكي قوه ايجابيه، بيعطيكي دفع لقدام، بيعطيكي اصرار للحياه، تمسك بالحياه. فانا ما فيني ما اشتغل، اذا ما اشتغلت بحس عن جد حالي ميتة. يعني يمكن هالقطعه اللي هلا طالعه على الشاشه زينب الوان جميله، يعني عم نشوفها كثير هيك حلوه ورائعه. ما بعرف، خبرينا شوي عن الالوان اللي استخدمتيها. هلا تطبيق الالوان هي بقى شيء شخصي، ناس بيميلوا للالوان الترابيه، ناس بيميلوا للالوان الضايجه، انا حاولت اوفق بين هون وبين هون. يعني بشغلي في الوان هاديه، الوان خريفيه ترابيه، وفي الوان ضايجه حتى تناسب كل العفش. شو حلو. ايضا قطع في بايدي وانا وزينب، قطعتين جدا ناعمين، اذا بيبينوا القطعتين مع بعض. هيدا هيك، هي شكلها بتتعلق ولا شو؟ ايه بتتعلق. ايه. وهي اللي بايدي هي للاطفال. هي تحت ابريق شاي، ممكن لوحه، ممكن تحت ابريق شاي. انا بعمل هيك قطع صغيره لما بكون ملانه، مثلا ما بدي اطول بالقطعه، بعمل قطعه صغيره بتصير هي مثلا بيت نظاره. بيت نظاره. تماما بيت نظاره. حلو. بيت النظاره، هي كثير حلوه. هدول شغلات مثلاً البيت، مثلا جزدين مكياج صغيرة. بيت حلو. موبايل. هذا حلو. هذا كمان جميل للبيت الموبايل حافظ. تماماً. يعني عم نشوف قطع هاند ميد هي مميزه ومانا موجوده. تماماً. يعني الجمال القطعه زينب انه ما تلاقيها بالسوق، هي يعني واحد كلهم يشتروا. هذا اللي بيميز شغلي وهذا اللي بيخليني يعني هيك بكون سعيده كثير لما بشتغل، لانه بعرف حالي انه عم بشتغل قطعه ما لها موجوده. ونحن سعيدين جدا كمان، يا ريت تعرضيهم انت كمان بايدك عملك هنن، جدا بانه شغل يعني يدوي من امراه هي ست، سيده منزل وام. تمام. ومربيه، وايضا عم تعمل مشروع جديد. اكيد. ويعني لاحظنا انه في كثير عندك شيء هيك تراثي. واو. او لمسه خاصه عم تعطي. تمام. تراث. هلا لمسة حديثة. الحلو بشغلي انه هو تراث محدث، شيء تراثي وعصري بنفس الوقت. هي شو هي؟ هلا هي لوحة للحيط. للحيط. هلا نحن بنعرف انه النول هو عبارة عن بساط للأرض. حلو. بساط للأرض انت فقط لا غير. ليكون ايه تماما. انا عملي اكثر بهذا الوقت. اخذت فكرة النول وصرت اعمل جزع شجرة. جزع شجرة تماما. يعني بسيطة وحلوة.
كمان هي. كمان هي لوحة؟ كمان هي لوحة جدارية. معلم علي ولا يهمك. جابت لنا قطع كتير بدنا نحاول انه نشوفهم كلهم على الكاميرا. هاي كمان غاية في الجمال، هاي ممكن تنحط بالمطبخ حسيتها بالكريدور بالمطبخ على الألوان. ممكن غرفة أطفال لأنه ألوانها هيك قريبة للطفولة. هلا هذا هو النول الأساسي تمام؟ أي. اللي بإيدك هذا هو النول الأساسي. أنا بس أنه عملت فيها هضاب سهول أشياء طبيعة. وطرزت يدويا باقي الأشياء. يدويا كمان اي هذا كله يدويا. طيب قد ايه بتاخذ معك هيك قطعه وقت؟ هلا هيك قطعه عم ترسمي اللوحه فيها انت تاخذ وقت. اما مثلا هلا هي قطعه ساده هي يعني ساعتين ثلاثه ما اكثر. بس هذيك اللوحه فيها رسم جبال وكذا، وخاصة إذا قمنا بالتطريز اليدوي بس إنه شغل النول ثقيلة كمان يعني ما أنا خفيفة. هي يعني النقماش يعني عم نشوف قماش داخل القماش يعني حلوة بتلقى حتى تلقى حرارة. هي مكان وغسيل وين ما بدك حطيها. هلا بما إنه عم عاني صايرة أنا من شراء الصوف وأسعار الصوف وكذا غالية اندرت للقماش. أي شيء عندك شيء زغران شيء خربان شيء كذا بتقصقصيه مثل الخيوط وبتشتغلي فيه القماش. حلو تماما. طيب يمكن كثير عم تطلعي على مواقع التواصل على أكيد. اخر صيحات النول شو الجديد فيها تماما كثير حتي لمستك خبرينا كمان. في نساء كثير بيحبوا يتعلموا مثل ما قلتي هو مشروع هلا صغير. انا فاتحه دورات فاتحة. تعليم للنول حلو تماما وكثير ستات عم يطلبوا مني انهم يتعلموا نول. يعني هيك يعني السناره والسنارتين وهيك صارت انه شيء روتيني بالحياه. لما عم بيشوفوا النول عم بيحسوا انه عن جد شيء غريب عم بيلفت نظرهم اكثر وعم بيكون عندهم شغف لانهم يتعلموا. حلو كثير. يعني هلا حكيتي حضرتك نقطه جدا مهمه انه نحن عندنا بدائل. يعني مثلا لاحظتي في غلاء باسعار الصوف اتجهتي للقماش واتجهتي لمشروع. هذا خيط كثير غالي. هذا خيط اي مبين لانه كثير غالي. في هو عده الوان بخيط واحد. هو مموج بيجي مموج هو خيط مموج. اكلت معي شغل كثير وجهدي كثير وسعره كلفتني كثير. مثلا هي قماشه كثير خفيفه القماشه عندي اياها بالبيت كانه فيها مهير. لا هي على لهما قصقصتها تنتشت القماشه قام طلعت هيك فكرناها مهير حتى انتش. تماما هي قماش يعني انت كمان هي قماشه. شوفي على الشغل كيف عطت التمويجه. هي مثلا هيك منقشه مزهره على الشغل عطت التمويجه فعم يطلع القماش كمان فني. تمام نعم تمام. يعني قطعة جميلة زينب عن جد حلوة كتير. أكيد في صعوبات مريتي فيها فاتن من خلال عملك أو بداية مشروعك أو خلال تصوير؟ هلأ أنا عندي بحياتي فيني جزأ على قسمين. قسم المشغل وشغلي ومشروعي الكبير اللي كان قبل الحرب ومعاناتي ببناء مشروع جديد بعد الحرب. هلأ بالنسبة لمعاناتي ببناء مشروع بعد الحرب كتير عانيت بإني أحصل على نول. كتير عانيت إني أحصل نعم. على خيوط. يعني صار السوق هيك صعب نعم. انك تقدري تحصلي على اي شيء بدك. يعني رغم صعوبه الظروف اللي نحن عم نعيشها ولكن دائما الاعمال المميزه تبقى لها بصمتها الخاصه. أكيد. قبل ما نختم معك شو مشروعك الجديد شو حابه تعملي المعارض حتى المشاهير؟ هلا انا رايحه عندي معرض ليوم الخميس بالمركز الثقافي بابو رمانه وفي بشارك بالسوق فصول نعم. الاربعه بالمشروع دمر عند الكنيسه. يعني هلا عم تابع كله بازارات ومعارض بازارات ومعارض عم بعطي لجمعيه ابها بتاخذ مني اغراض بتبيع بتكيس سلطان سليم والخان. يعني هاي المناطق اللي هيك تلبق لهيك قصص نعم. هيك يعني جمعيات معارض بازارات هيك شيء عم حرك حالي من اول وجديد لارجع وقف على رجلي من اول نعم. وجديد. ان شاء الله يا رب. نحن بنتشكرك كثير على وجودك معنا بدنا نقول لك موفقه بمشروعك وان شاء الله بتحققي يعني الشيء اللي انت بتتمنيه. وايضا بنتمنى يكون في كثير من السيدات حابين يتعلموا هاي المهنه التراثيه لانه هي كمان حفاظ على التراث هي تنميه للتراث والثقافه السوريه. شكرا لوجودك. الحمد لله. شكرا كثير لكم كلكم ذوق.